السلام عليكم يا اهلا الطيبين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل صحه وسلامه. وياكم علي من قناه يوميات عائله راقيه في النفس. اليوم رجعنا لكم باكثر فيديو تحبوه وتطلبوه مني. اليوم روتين كامل بالحديقه، وراح تشوفون خيرات حديقتي ما شاء الله، وشنو طلع من عندها وشنو حصدنا من عندها كله بهذا الفيديو. يعني اليوم فيديو كامل على الحديقه لمحبي الحديقه، وراويكم الديكورات الجديدة اللي سويتها همية بالحديقة كاملة. فهنا بلشنا طبعا ببداية اليوم، قعدت من الصبح قلت خلي ابلش اول ما ازين الفيلة مع الحديقة. يلا حبايبي اللي وصل هنا، يا ريت روحوا تضغطون اللايك، وتجدد اذا عجبتكم القناة تشتركوا بها وفعلوا الجرس على الكل. فقلنا لكم بدينا نزين الفيلة، طبعا لازم كل 10 ايام، مرات كل اسبوع، لان حسب الجو مالتنا. تعرفون هاليوم احنا شوية جو نوعا ما حار وهم شمس. وهنا ما شاء الله المخضر مالتي بلش ويانا يطلع ثمار، وراح اراويكم شنو. وهذا ديكوري الجديد طبعا كله غيرته. اذا تذكرون هاي السايكس شلون كانت قبل، شلت الحجر الرصاصي وخليت ابيض، وهنا الحجر شلته بالكامل وجبت نايلون خليت جوا حتى لا يطلع احشاش او يطلع دغل جوا. طبعا انا للاسف ما صورت لكم الفيديو لان بصراحه تعبت كلش، ويعني يوم كامل انا اشتغل بهذا الشيء مو مال اصور فيديو. بس المهم حبايبي هي فكره حلوه ان شاء الله بتستفادوا منها. اكو نايلون خاص مال زرع، نايلون حبايبي مو القماش، انا جبت القماش وهم طلع دغل من عنده، بس النايلون لا ما حيطلع نهائيا. فشلت الحجر طبعا كله وغسلناه، وسويت هاي الديكورات هاي الجديدة. انا كلها طبعا سويتها، هي تصميم من الخيال، بس ان شاء الله هم يعجبكم. سويت الحجر اللون الابيض وحطيت الرصاصي وبهذا الشكل. وهنا بدأ المخضر مالتنا، شوف الخس ما شاء الله تبارك الرحمن كله كبر، يعني جاهز للقص. وهاي هاي طبعا نفس الليمون ريحته تطمي مثل النعناع. وهنا قلت لكم شلعت المعدنوس وزرعت جديد، فهم الحمد لله طق عندي. وهذا السلك هم ينطق ما شاء الله، السلك يخبل صاير. وهنا النعناع ما احكي لكم هالسنه ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا العام النعناع كان عندي نهائيا مو زين، السنه خير من الله. وطبعا الكرفس سويت لكم طريقه زراعه النعناع، بس ان شاء الله انتظر الفيديو كامل يطلع عندي النعناع، وراح اقول لكم شلون زرعته بطريقه جديده. وهنا أنا هاي نوعية الطماطة، هاي نوعية الطماطة اللي تصير كلش كلش كبار، تصير مبلعة هم ان شاء الله، بس تصير حمرة وصير حجم اكبر. هم راح اراولكم اياها. هم شوفوا ما شاء الله هي محاملة طماطة. يعني انا هالسنة انواع الطماطة زرعت مو نوع واحد، بس هذه نوعيتها فتشي يعني تكون حجمها كلش كبير. وهنا أنا عندي شجر، هنا شجر زرعت ثلاث انواع، النوع الاخضر ونوع الابيض مالتنا العادي اللي هو الكوسة حبايبي، وهذا لونه اصفر، هذا هو لونه اصفر. فثلاث انواع شجرها ما شاء الله بدا عندي يثمر ويطلع الشجر عندي. فهنا طبعا انقسم بذور، قسم اشتريتها شتلات. الابيض بصراحة هنا هم ما عندهم، فجبت العفو بذور من الامازون اللي هنا يسأل وزرعته. الباقي اللي ما شاء الله هم عندي مردة، يعني ان شاء الله حتحمل. هنا الفاصوليا هم عندي وردت. الخيار لا ما احكي لكم، الخيار يخبط صار. وهنا حتى الريحان باعوا بدا عندي يخضر، هم طلع عندي. يعني ما شاء الله هالسنه الخضراوات والمخضر ان شاء الله خير من الله. هنا زرعت نوع من انواع الخيار، ادعوا لي ان شاء الله يطلع. طبعا صار لنا يمكن 8 سنين او 9 سنين مضايقي جبنا بالذوره وزرعناه، بلكي يطلع، بس يطلع ان شاء الله. بقول لكم شنو نوعيته. هذا الخيار انا هنا انواع زرعت، بس باعوا الله عليكم. هذا الخيار يكون صغار، ونوع اللي يكون حجمه كبار. انواع خيار قلت لكم هالمره اني شويه يعني صرفت على حديقتي وزرعت شغلات بيها هوايه. هنا الباذنجان هم ما شاء الله شوفوا كله ممرض. تكون العام باذنجان مالتي خبل كان. هنا هم عندنا الفلفل، الفلفل هنا هم انواع، وهم يطلع لي نوع غريب يا سبحان الله. اني كل سنه يطلع لي فد نوع غريب، فقوا اعتقدوا اني ما مشتري هذا اللون. والله هذا اخضر اوكي، بس هاي السوداء، سوداء شايفين فلفله لونها اسود. صراحه اني هاي اول مره، اول مره يعني يا سبحان الله. اني كل سنه يطلع لي بس فلفل نوع غريب. اذا تذكرون العام اللون الباذنجاني، هالمره طلعت لي سوداء.
وهنا الطماطم ما شاء الله هاشوفوا حطيت له شبك، قلت احسن ما تظل تتكسر اغصانة، فخليت شبك وشديناهم طبعا. وشوفوا شوفوا يا عيني يا عيني الله عليكم، من شوفون هيك انتاج يطلع عندكم شلون ترتاحون، هذا حق التعب مالتكم، ويعني هذا الثمار كله حق التعب مالتنا. تدرون بي انا كلش هواية اتعب على الحديقة، وبصراحة انا هسه الايام يومية اطلع شوية اشتغل بيها. شوفوا هاي الاضغال لازم لازم انظفها، ما احب يكون اضغال داير مداير الزرع. فاعتقدوا من بديت ازرع لهذا يومي انا كل يومي الثالث طالعة شوية انظف، يعني مو كلها صراحة ما اقدر انها بصحتي، مو مال انه خلينه لازم نشلعها من الجذور حتى لا تطلع من جدة وجديد، لين اذا شلعتوها شلع راح تنبع من جدة وجديد، فانا اسوي من الجذور، ورغم من الجذور وهم يطلع عندي. بصراحة الدغل عندي كلش كلش هواي، بس هذه لازم واحد ايده بيها ودائما ينظفها. قلت لكم انا صار فترة وهنا جاكي بوش لازم يشوف ايش يسوي. شوفوا هسه هاي كلها نظفتها، بقت هاي صفحة الطماطم والفلفل، و يعني لازم ايدي دائما بيها ولازم انظف الاضغال. احب الحديقة انه صافية بس الزرع بيها، ما احب بيها يكون اضغال والمخضر يصير هوسه. شوفوا ان انا صايرة لخة بصراحة هنا بعد ما نظفتها. هنا شوفوا ما شاء الله عند القرع وشجر اليقطينهم كله ما شاء الله بذور زرعته كله طق، وهسه هم بدا عندي يورد. تذكرون شجر اليقطين والقرع اللي عندي العام طلع، يعني خبل وطبخنا منه وسوينا. وهنا احلى شيء الطماطم، يا ايش قد حلو تشوفون هيجي عناقيد الطماطم، يعني صدق واحد يفرح من سوف الشغله ويشوف النتيجه منها، ما اعرف ليش تحسون فت فرحه كلش كلش كبيره رغم انه في شيء بسيط. هنا شوفوا هاي الصفحه كلها منظفتها، بصراحه ما خليت ولا نوع من الدغل ما عدا بس الورود. هم نفس الها الزرع يتنفس حتى زين، هم عندكم الزرع يعني يطق احسن. فهاي قلت لكم انا لازم كل كم يوم ايدي بيها ما اعوفها. شوفوا هاي حمله سويت كلها نظفتها وشلعنا الاضغال. وهنا ما احكي لكم العنبه السنه، يا عيني يا عيني ما شاء الله تبارك الرحمن، هم حمله هوايه والورد مالها يخبل. طبعا ها انتظروا حبايبي، اكيد ما هي لان احنا اكيد بالايام المقبله راح تصير حديقتنا بعد اكثر، ومن يطلع الثمار ويصير الوانه. والفراوله ما احكي لكم هالسنه، هالسنه الفراوله تخبل عندي، يعني ما شاء الله جبت اني شفتوا شتلات زرعتها فيديو فيديوهات وكلها طقت. وهنا شوفوا السايكسه هم طاقه عندي، شوفوا الفراوله شوفوا يعني شوفوا الجمال شوفوا الالوان غير تخبل. شوفوا طبعا وطعمها ما احكي لكم لان مشبعه مي وطعمها كلش طيب. شوفوا يعني حتى بصراحه ما نقطعها لان بصراحه هوايه يعني تطلع كلها، ومرات فلان يوم نعوفها ما نتبع عليها نشوف كلش هواي. هاي قطعت وحده وراح اكلها وياكم، وتمنيتها تذوقوها، يعني شوفوا المي شلون ريانه والطعم مالتها تبشي كلش طيب. وهنا عندي العنب البري الاسود همين، اكو نوعيتين، نوعيه ناعم ونوعيه خشن، هم ما شاء الله تطلع حتى لو شي قليل هم شي مفرح، المهم شي حلو. فهذا شوفوا لونه يكون اسود، شوفوا مطلع قلت لكم شي بسيط بس المهم امشي حلو هو بالحديقه وغريب انه تشوفوا. فحبايبي ها حبايبي هو يسالوني على السايكسه، قالوا لي معلاوي شلون تعتني بالسايكسه. السايكسه طبعا ما تنسقي مي كلش هواي وما تحب الشمس القويه، يعني احنا بعد كم يوم من الصرع كلش كلش حاره، ابو علي راح اخلي لها شبكه من فوق. وبالشتاء طبعا صراحه طببناها جوا اللي احنا شتانا كلش بارد، انتم بالله بالنسبه لكم جزء بالعراق يعني مو كلش، بس احنا شتانا هنا بارد. فانا حاطتها حتى تشوفون تبهتوا بسندانه، و بالشتاء اطببها جوا وبالصيف اطلعها برا، وقلت لكم حراره المباشره كلش قويه مو زي عليها. وهنا طبعا هالشي صار لي يمكن 9 سنوات ما ماكله منه ولا ضايقه طعمه، اللي هو الرشاد. واخيرا الرشاد، شلون رشاد ما احكي لكم يخبل يخبل، بس شوفوا انتو. طبعا صارنا 9 سنين ماكو ازرع عن الرشاد بس ما يطلع، بس هالمره الحمد لله طلع وده شوفوا قدامكم، يعني ما اعرف ليش كلش كلش فرحانه بيه. بس شوف شوف اللون شوفه. طبعا انا هسه حاليا انتهى وقته، تعرفون انتو الرشاد بالصيف ينتهي وقته، بس المهم الحمد لله لحقت انه نحش منه ولو قليل.
وفجلنا يا عيني هالسنة الفجل مالتنا يعني ماكو هيجي كلش حلو ما بي كل حرورة فجل يخبل. كل سنة هم أزرعه نوعا ما شوية هام بي حرورة، المرة شون شبعان مي وما بي أي حرورة طعمه كلش طيب. هم شوفوا ما شاء الله شون فجل يخبل. فقلنا خلنا نطلع شوية نحشلنا خضرة ويا الغداء ومن حديقتنا لتخبل وتمنيتها قدامكم. شوفوا يعني شون فجلات، مو بس هاي أكيد عندنا بعض خضروات ثانية همين. شفتوه انتم بالفيديو واكو شاء الله اللوخ همين هالسنة ما شاء الله. هالسنة ما شاء الله قلت لكم عندي الخضرة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن خير من الله. فسوينا لنا فسلة تخبل، والنعناع هنا ما أقول لكم أني كم نوع عندي نعناع، عندي أنواع النعناع لا نوع ولا نوعين. وهم هالسنة ما شاء الله تبارك الرحمن كلش هواي يعني الحمد لله رب العالمين عوضني عن السنة المضت، لأن يعني السنة المضت تعرفون بيا كان بس المعدنوس النعناع مو كلش عندي كان، ورشاد ما طلع عندي أصلا، وريحان هم ما طلع عندي. هالسنة الحمد لله رب العالمين عوضنا، لأن يعني أولا زرعنا من وقت، ولو النعناع ما زرعته هذا تعرفوه نفسه مات العام، تدون انتو بالشتاء بس وسبحان الله بالصيف يقوم يعني من كيف يطق. بس المهم أنا دي راويكم انه كم نوع نعناع انا زرعة، لا نوع ولا نوعين، اكل ورق اللي يكون خشن واكل اللي يكون ناعم ويعني انواع. فهاي خضرتنا يا عيني الله عليكم شوفوها هسه كم واحد منا هاي صينية الخضرة قدامه، وهاي فجلاتنا تخبل. بس اكثر شيء فرحانة بي هو الرشاد، ما اعرف ليش حسيت روحي يعني بالعراق، لان انتو ما شاء الله عليكم الخضرة اشكال والناق عندكم. وهذا الكرافس مالتنا هنا، الكرافس مالتنا احنا يفرق طبعا مو نفس مال العراق، ويعني تعرفون بيت تذكرون اذا بالبيت القديم اللي كان على النهر كنت يعني وصل عندي المتر، اكو فيديوهات موجوده روحوا شوفوها. اللي يريد يشوف هاي الفيديوهات يكتب فيديوهات الخاصه بالحديقه راح يشوفون كل شيء قديم كنت ازرعه. بس شوفوا الرشاد يا عيني يا ابويا شوفوا هسه وصلتكم الريحه، النوبة يخبر ريان فريش يعني قطعين انت منانا الرشاد والهاي الخضرة تأكليها. يعني حتى لو عندك مساحة صغيرة تقدرين زرعين بيها منا شوية نعناع منا شوية رشاد منا شوية ريحان، وهيك من تحشين وتخليه ويا الغداء مالتك ماكو هيك فرحة يعني عبالك تقولين ذهب مشترية مو خضرة. شوف 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 ايش قد ما فرحانة بيه، كل شوية قلب بيه كل شوية شوفه يعني عبالك ما اعرف شنو. وهذا النعناع مالتنا اللي يخبل قلت لكم لا نوع ولا نوعين وما لكم علاقة بالطيارة، شوفوا يا عيني شلون عبالك وردة. فهنا طبعا اكيد لازم نحضره، وطبعا ما احكي لكم انا شفتون الاجواء اللي طلعت بيها حشيت بها الخضرة سبحان الله وراها مباشرة. أنا أبنى ما دحش العفو نقطة خفيف ماكو، بس طبيت في البيت وهذا المطر سبحان الله. إحنا هالسنة عندنا مطر مو طبيعي، زخة مو طبيعية. فأني هذا الفيديو هذا الستوري عفوا نزلت أنا قبل فترة على الانستغرام، يعني ما أحكيكم شنو المطر هي ضغنات، وراح تشوفون شنو صار عندي يا المشكلة. مو بس إحنا مطر برا يعني هالمرة المطر حتى البيت دخل، يعني حتى احنا خلنا هسه تشوفون الفيديو شلون دخل البيت شلون كلنا في المي، لان ما شاء الله يمكن بالتصوير ما واضح كلش، بس المطر قوي وجد ما توقعون. هسه عندنا امطار سبحان الله مو طبيعية. فهمين قلت يا سبحان الله كم زين لحقت حشيت الخضرة لان ورا ما حشيت الخضرة مباشرة، قلت لكم عرفنا مدى حش الخضرة هي ننقفت فشي خفيف. بس بعدني بس وصلت الباب البيت يعني طلعت من الحديقة ورأسا سبحان الله الجو تغير 180 درجة مثل ما تعرفون أجواء أوروبا عندكم، حتى بتركيا نفس الشيء عندهم الفصول الأربعة نفس اليوم، يعني يقولون الصبح صيف ورا شوية صار الشتاء ورا شوية صار ربيع ورا شوية صار خريف، سبحان الله عندهم الفصول الأربعة نفس اليوم، يعني كل شوية الجو عندكم متغير شكل. فهي هاي هنا عندكم الطقوس بأوروبا الأجواء قصدي العفو، حتى قلت لكم مشيت بتركيا نفس الحالة، يعني الجو ماكو بلحظة تقولون مو هو شمس وحارة ورسم صار مطر وردت وقف المطر طلعت الشمس،
نوبة راحت الشمس مطرت، يعني قلت لكم كل شوي بتقلب الجو عندهم ما يستمر، يعني ما يستمر مرة واحدة. وهاي شوفوا هذا طبعا عندنا المخزن جواني، ما احكي لكم المي ما لان من سرعه من قوه العفو المطر اللي مطر عندنا حتى دخلنا البيت، لان هذا المخزن اللي الجو اللي يعني احنا الطابق عندنا البي صاله شايفين هذا جوا المخزن مالتنا يسموهم هنا كيلا. فهاي الشبابيك مالته صايره على الحديقه، الحديقه مو اللي انصركم، لا حديقه اللي قدام البيت. فهذيك الحديقة بصراحة المي مالتها ما الحديقة ما تسحب وهي صغيرونة، ففاضت هي فطب من الشباك ونزل لي جوا. طبعا هذا هسه الشباك مسدود، يعني لو شباك مفتوح ما احكي لكم شنو المي اقوده. وهسه شنو عيني يا عيني، شوفوا راح نجيب سبيناغ، راح نطبخ سبيناغ. شوفوا حتى هيك وقت عندنا سبيناغ، فطلعت لان هو هذا نوعيته يصير ورقة ناعم، فقلت حرامات خلي اطلع هشل سبيناغ ونسوي مرقة سبيناغ من عنده، لان حرامات يعني خليه يكبر وهو يتعرفون بعدين احنا نقول شيخ ما ديش سموه يعني تطلع البذور منه. فهم طلعت كلها حشيته وسويت سبيناغ، يا سبحان الله حتى طعم المرقة اختلف. ما اعرف ليش دام ان شاء الله الفريش عندنا تختلف طعمها، عن ما رغم انه احنا حتى من نجيبها من برا هي ترى هم فريش، بس من قطعيها انتي من حديقتك مباشرة وتطبخيها تحس لها غير طعم غير طعم. فبصراحة كل حشيته تماما، طبعا هذا سد شوفوا لي قدام هذا هم ادرة، فحشيته وطبخت لهم اطيب سبيناغ. ولو هي سمو وقتها تدرون انتو مرقة سبيناغ شتوية، بس ها بس لا احنا هنا عندنا الحمد لله خضروات. هنا دولا يقولوا لي معلاوي انتش عجب الخضروات عندك، يعني الصيف شتاء نفس الشيء. احنا اللي انت قلت لكم انهم اجواءهم يعني ساعة باردة ساعة حارة، فيعيش عندهم كل شيء، بس مو كل شيء كل شيء، يعني مثل ما احنا شغلات عندنا بالعراق تطلع، مثل ما قلت لكم اني البامية صار عدة مرات ازرعها لحد الان ما طلعت عندي، واكو هواي امور ما طلعت عندي. وهذا الخس مالتنا شوفوا يا عيني شحالاته يخبل. فشوفوا هاي خيرات حديقتي، وان شاء الله كل ما اطلع احش او اقطف او اقطع اصور لكم فيديو. فحبايبي اتمنى فيديو اليوم نال اعجابكم، واتمنى ما نسيتونا لا باللايك ولا تلقاكم الحلوة. ولهنا واقول لكم مع السلامة للجميع.